السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي معي من جديد على قناة بانوراما للتعرف على أفضل الطرق وأفضل المواقع لحجز رحلات الطيران والفنادق من حول العالم. ولكن قبل ذلك نود عمل لفتة صغيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن ضرورة دراسة برنامج الـ MBA أو ماجستير إدارة الأعمال، حيث تهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة، ويركز برنامج الـ MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث أنه يمكن دراسة برنامج الـ MBA عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم، أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم الـ MBA مثل الكورسات الموجودة على يودومي وكورسرا وإدكس، حيث أن برنامج الـ MBA يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، فهي تساعد على تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والتسويق والنواحي المالية. فالآن أصدقائي نعود لموضوعنا اليوم، وهو حجز الفنادق عبر مواقع الإنترنت الأونلاين، أو بالأخص كيفية حجز فندق هيلتون عبر الأونلاين بشكل سهل وسريع وبأقل التكاليف المتاحة. فطبعا عبر محرك البحث جوجل نبحث عن فندق هيلتون فيظهر لنا العديد من هذه الفنادق هذا الموضوع. فبالنسبة لخدمات الإنترنت والتسويق الإلكتروني وحجز الفنادق وبطاقات الطيران من حول العالم، بما أنه لم يعد حكرة لشركة معينة كما كان الحال في السابق، فحاليا أصبحت الأمور أكثر بساطة وسهولة، وهو ما ساهم في انتشار الكثير من المنصات الموجهة لهذا الغرض. لكن في المقابل كثرة هذه المنصات تدع الأشخاص الذين يرغبون في السفر في حيرة من أمرهم عند رغبة في حجز الفنادق عبر الإنترنت. فلهذا السبب ننصح المستخدمين الاستعانة بأفضل المواقع المتوفرة عبر الإنترنت والمتخصصة في مجال الحجوزات للفنادق والتي تقدم أفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها. فأصدقائي طبعا بعد النظر إلى العديد من الإعلانات ظهر لنا هنا إعلان موقع بوكينج. طبعا نريد حجز الفنادق عبر هذا الموقع، فهو يعد من أضخم المواقع الموجودة عبر الإنترنت، فهو بوابة سفر مشهورة بخدمات حجز غرف وفنادق أو مساكن عبر الإنترنت، تملكها وتشغلها شركة بوكينج، والتي تعد من أضخم الشركات وأكثرها شهرة حول العالم لحجز الفنادق بكل سهولة وسرعة وإتاحة لكافة الأشخاص من حول العالم. وأيضا تقدم حجوزات بأفضل الأسعار وأكثر الميزات، حيث يتوفر فيها إمكانية الحجز بسهولة لتوفيرها أكثر من 40 لغة في أكثر من 220 دولة من حول العالم. فأصدقائي بعد النظر حاليا على الواجهة الأساسية لموقع بوكينج، نرى أنه من هنا بإمكاننا تغيير العملة بشكل سهل وسريع كما يناسب كل شخص وكل دولة لتسهيل التعاملات المالية، بالإضافة إلى أنه يتيح لنا إمكانية تغيير اللغة لتسهيل التعامل بين الأشخاص أو من دولة لأخرى، بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يتيح للأشخاص إمكانية تحميل أبليكيشن booking.com عبر الهاتف المحمول إما عبر الأب ستور أو من جوجل بلاي. أيضا أصدقائي بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل مسبقا عبر هذا الموقع، بإمكانك الضغط على إنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة والحجز فورا عبر هذا الموقع بكل سهولة. طبعا أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل والحجز مسبقا عبر هذا الموقع، فبإمكانهم الدخول على تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والحجز فورا عبر هذا الموقع، بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يتيح للأشخاص الذين قاموا بالحجز مسبقا لأكثر من مرة إمكانية الاستفادة من الامتيازات والخدمات والخصومات طبعا في أحد الفنادق التي يقوموا بالحجز فيها لأكثر من مرة. أيضا أصدقائي هنا الواجهة الأساسية لموقع بوكينج نرى العديد من الأيقونات، منها الإقامات أي المكان الذي يرغب الشخص في الحجز فيه أو مكان الفندق الذي ترغب في الإقامة فيه، رحلات الطيران وتنظيمها ومواعيدها، بالإضافة إلى ذلك تأجير سيارات، حيث بإمكان الأشخاص تأجير سيارات لتسهيل عملية التنقل داخل الدولة وتسهيل التعرف على المعالم السياحية والأثرية الموجودة في كل مكان، بالإضافة إلى توفر سيارات أجرة المطار التي تقوم بنقل الأشخاص من المطار إلى الفندق الذي يقوم بالحجز فيه بشكل سهل وسريع وفوري. فهنا أصدقائي يجب طبعا
بعد اختيار الوجهة التي نرغب في الحجز فيها أو المكان الذي نرغب في حجز الفندق فيه، بإمكاننا إدخال موعد وصولنا إلى الرحلة وموعد مغادرتنا هذا الفندق، ومن هنا أيضا بإمكاننا إدخال عدد الأشخاص الذي نرغب في اصطحابهم معنا في هذه الرحلة، وإذا ما كان معنا عدد من الأطفال أم لا، وعدد الغرف التي نرغب في حجزها، بالإضافة إلى أنه يفضل تحديد عمر الأطفال المصطحبين في هذه الرحلة لضمان الراحة التامة خلال هذه الرحلة. فأصدقائي طبعا بعد إملاء كافة البيانات التي يرغب الموقع في معرفتها، يظهر لنا عدد من الفنادق، فنقوم باختيار الفندق الذي نرغب في الحجز فيه بشكل سهل وسريع طبعا وبكل أريحية. أيضا يتيح لنا موقع بوكينج هنا تقييمات الأشخاص لكل فندق، طبعا الأشخاص الذين كانوا مقيمين من قبل عبر هذا الفندق وقاموا بالحجز عبر الموقع، قاموا بتقييم الفنادق بشكل إلكتروني عبر هذا الموقع، فبإمكان الأشخاص الاطلاع على التقييمات، وأيضا يجب على جميع الأشخاص النظر بشكل جيد على الإيجابيات والسلبيات التي تخص كل فندق لضمان الراحة التامة خلال هذه الرحلة ولضمان تقضية عطلة مميزة داخل الفندق الذي قمت بالحجز فيه. بالإضافة إلى ذلك، بعد اختيار الفندق الذي ترغب فيه، ننصح الأشخاص بالنظر إلى الواجهة الأساسية لهذا الفندق أو الإطلالة المميزة التي تكون عبر هذه الغرف لضمان طبعا راحة تامة ونظرات خلابة. بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يتيح للأشخاص الذين كانوا مقيمين عبر هذا الفندق إمكانية التقييم لهذا الفندق وإبداء آرائهم في الخدمات التي تلقوها داخل هذا الفندق، فنحن دوما ننصح الأشخاص بالنظر جيدا إلى هذه التقييمات لضمان راحة تامة واستمتاع خلال هذه الرحلة. وأيضا يجب قبل القيام بعملية حجز الفندق الذي قمت باختياره الاطلاع جيدا على كافة البيانات المرفقة وأيضا إلى الجدول الذي يكون مرفق في أسفل هذه الصفحة هنا، مثلا يوضح لنا نوع الغرف ونوع الأسرة الموجودة في كل غرفة، أيضا عدد الأشخاص التي تتسع لهم الغرف والسعر لعدد الليالي الذي قمت بحجزها، وأيضا عدد الغرف إذا كنت ترغب في زيادتها أو نقصانها. فبعد النظر إلى كافة الإيجابيات والسلبيات، وإذا كان الفندق قد نال إعجابك وترغب في الحجز فيه وكنت معني بهذا الحجز، كل ما عليك فعله هو الضغط على سوف أحجز، فيقوم الموقع بالحجز لك فورا عبر هذا عبر هذا الفندق الذي قمت باختياره. بالإضافة إلى أن موقع بوكينج يتيح للأشخاص إمكانية طبعا إلغاء الحجز بشكل فوري ومجاني عبر هذا الموقع، فإذا تعرض الأشخاص لأي ظروف قبل الرحلة فبإمكانهم الدخول عبر هذا الموقع بشكل سهل وسريع والقيام بإلغاء الحجز بشكل مجاني بالكامل دون أي مشاكل ودون أي طبعا تكاليف مادية تقع على عاتق المسافر قبل عملية الحجز. فأصدقائي طبعا اليوم وضحنا كيفية الحجز عبر موقع بوكينج والذي يعد من أفضل المواقع الموجودة عبر الإنترنت، فبهذه الطريقة نكون قد أفدناكم بكافة المعلومات التي تخص حجز الفنادق حول العالم عبر الإنترنت وبشكل سهل وسريع وبأقل التكاليف المطلوبة وبأكثر سبل الراحة المتوفرة. فأصدقائي إن شاء الله تكونوا قد استفدتوا معنا وحصلتم على كافة المعلومات التي كنتم تبحثون للحصول عليها، ولكن قبل ختام هذا الفيديو نود التذكير مرة أخرى بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضرورة دراسة برنامج الـ MBA أو ماجستير إدارة الأعمال، حيث تهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة، وأيضا يركز برنامج الـ MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث يمكن دراسة هذا البرنامج أيضا عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم أو حتى من الكورسات المنفردة الموجودة على يودومي أو كورسرا أو إيدكس، حيث أن برنامج الـ MBA يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات
أساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، فهي تساعد على تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسويق والنواحي المالية. وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا معكم إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتوا واستمتعتوا معنا في هذه المشاهدة، ونتمنى منكم دوام متابعتنا على قناة بانوراما للتعرف أكثر على أفضل المواقع وأفضل الطرق لحجز الفنادق ورحلات الطيران حول العالم. فدمتم بألف خير وإلى